اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وزي ما نوهنا قبل الفاصل هنتكلم النهارده عن الفتور العاطفي او العائلي. في كتير جدا من الاسر بتبتدي الحياه الاسريه بتاعتها بجو جميل جدا من التفاعل والدفء العاطفي، ولكن بعد فتره قصيره جدا من الوقت بيبتدي الدفء العاطفي ده بالبرود تدريجيا الى ان يصل احيانا الى مرحله كبيره جدا ومؤسفه جدا، وهي مرحله الفتور. ايه هو الفتور العاطفي؟ ايه هي اسبابه؟ ليه بيحصل في الاسره فتور عاطفي بين الزوجه والزوج او بين كل افراد الاسره؟ ده اللي هنعرفه النهارده في هذه الفقره مع ضيفنا في الاستوديو دكتور علاء رجب، استشاري العلاقات الاسريه والصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور. سلام. اهلا وسهلا، واهلا وسهلا بكل مشاهدين قناه دريم. اهلا بيك دكتور. يعني في البدايه كده عايزين نعرف ايه هو اصلا الفتور العاطفي، وهل هو بين الزوج والزوجه فقط ولا بين كل اعضاء الاسره؟ لا طبعا، انت وانت بتقولي في المقدمه بتاعتك انه الحياه بعد ما كانت فيها دفء وكانت فيها حركه وفيها نشاط اصبح فيها نوع من انواع البرود. يعني حصل ايه؟ تغيير بعد ما كانت العلاقه ما بين الزوج والزوجه علاقه يولفها طابع الحيويه والحب والاهتمام والاحترام والرعايه والتوافق الوقتي، لان الفتور ليه انواع. في الاول خالص لو حصل الفتور بعد 10 سنين ده ليه موضوع، لو حصل فتور بعد شهر شهرين ده ليه موضوع تاني. لكن هم دول نوعين الفتور اللي بيحصلوا يعني عاده، يعني مثلا في علاقه زوجيه بعد فتره هو المعتاد عليه ان المفروض يحصل الفتور بعد سنتين ثلاثه اربعه، ما يحصلش سريعا يعني. مش بعد شهرين. بعد شهرين ثلاثه ده يبقى مشكله كبيره جدا. مشكله كبيره جدا. احنا دايما بنقول ايه؟ الراجل والست بيتجوزوا بعض كل واحد مختلف عن الاخر. صح. كل واحد عنده خصائص نفسيه مختلفه تماما. تماما عن الاخر، كل واحد بيفكر بطريقه غير الاخر، حتى لغه التفكير بينهم بتبقى مختلفه. انت قلتي في الاول خالص العلاقه بتبقى حلوه قوي، وكل واحد بيحاول يقدم للتاني كل ما هو يسعده، وكل طريقه في الكلام تبين له ان هو مهتم بيه جدا. وفي ناس اي حد يعني بيبقى دي بالنسبه له زي اي حاجه جديده داخل عليها، بيبقى متحمس لها في الاول، وبعد كده خلاص لما بيفقد يعني لما بيحصل عليها بيفقد بيها الاهتمام. دي كارثه. يبقى احنا اتكلمنا كده في الفتور الاولاني اللي يهم ازواج كتيره قوي من الشباب، اللي هو بعد شهرين ثلاثه. اللي احنا بنقول له ايه؟ انت ما نقيتش حد متوافق معاك. هو الاول بيبقى توافق. متحمسين جدا للزواج وبيبقوا مبسوطين جدا، وبعد يمكن شهرين ثلاثه او ست شهور بنبص نلاقيهم جايين بيشتكوا من ان هم زهقوا، مع انهم بيكونوا مثلا عاشوا فتره خطوبه طويله جدا. ليه بقى؟ لان مفيش بينهم وبين بعض توافق عقلي، مفيش بينهم وبين بعض توافق فكري. هما يعني ما عرفوش في فتره الخطوبه ان مفيش توافق. ما هو بصي، خلي بالك، النيه الحسنه وحدها لا تكفي لاقامه علاقه زوجيه طيبه، وكل واحد من الاخر بيحاول دايما ان هو يشد التاني ليه في بدايه العلاقه الزوجيه. كل واحد من الاخر بيحاول. فتره الخطوبه دي اللي هي فتره التمثيل. فتره التمثيل يعني اللي قدام يمثلوا على بعض. بصي اقول لك على حاجه، كل واحد بيحاول يقدم اجود ما لديه من صفات سواء كرجل، وبيحاول يكذب في صفاته الوحشه، واحيانا طبعا بيخدع، وده بنقول عليه الزوج المخادع. وخلي بالك برضو بعض الستات تبقى صوتها واطي جدا في ايام الخطوبه، ويا حبيبي وانت عامل ايه؟ انت بعد شويه بعد شهرين يا حبيبي انت فين؟ يعني في فرق بين الصوت نفسه وكلمه يا حبيبي، ممكن تتقال بالطريقه دي وممكن تتقال بالطريقه دي. طيب في الاول خالص الفتور الاولاني ده اللي انت شفتيه ده خلل اصلا في اختيارهم لبعض، اهمها الاختيار الخاطئ، ان هما طالما حصل دروب. ده اول سبب. ده اول سبب ان هما حصل بينهم دروب، حصل بينهم تباعد. خلينا بقى نتكلم في الفتور اللي بيهم قطاع عريض جدا، الناس اللي بتتجوز بعد سنتين وثلاثه واربعه وتقول لك ايه؟ انا ملان من الحياه الزوجيه، وهو انا ملان من الحياه الزوجيه. للاسف الشديد ده بقى اللي هو بيحصل في اكتر هنتكلم عن ان في اكتر الناس يعني غير الفتور. انا بسمي الفتور الاولاني ده انا بسميه يعني سوري يعني ده الطلاق السريع. هما الاثنين متباعدين جدا مع بعض، والاثنين مختلفين جدا، يا ريت ما يكملوش حياتهم. يعني هم مختلفين جدا، وكل واحد ما يفضل كل واحد فيهم يضر الثاني طول الوقت. وخلي بالك كل ما زادت حده الخلافات ما بين الاثنين مع بعض، كانت الصور اللفظيه اعنف والضرر النفسي اعنف بالغ. ولذلك الدكتور قال لك انت جراح، انت عايز تنهي علاقه، انهي علاقه قبل ما يجوا اطفال، ما يجوا اطفال يتحملوا يعني الاختيارات السيئه. هل يبقى من المقبول ان واحد يطلق بعد سنه وجاب طفل؟
ولذلك حتى انا بنصح دايما الازواج المتجوزين مش اول ما تتجوزوا عايزين طفل بيبي، طب الاول شوفوا بعض بقى، لانه احنا بنتكلم وبننبه الناس يا مها ليه انه نسبه ارتفاع نسب الطلاق في سن مبكره كارثه كارثه لازم المجتمع يعني يقف. النصيحه فعلا ان مش اول ما يحصل الزواج يحصل عمليه انجاب، لان طبعا الحياه بعد لما الباب بيتقفل علينا بتبقى مختلفه تماما. اول حاجه بين الشباب الضغط المادي، الضغوط الماديه والعصبيه، الضغوط الماديه والضغوط الاقتصاديه والضغوط العائليه بقى الاهالي والحاجات دي كلها. نيجي بقى نلاقي ايه ال 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 الناس الكتيره بقى اللي بعد 3 سنين 4 سنين حصل ملل. تعالي احنا نعالج الناس اللي كانوا بينهم وبين بعض حب لربما يستفيدوا مننا اكتر، مش الناس اللي ما بين اصل خلي نكون صراحه مع بعض مع انفسنا. يعني اللي اللي هم زهقوا من بعض بعد شهرين ثلاثه اتطلقوا، اتطلقوا احسن. اصل انا بقول ايه؟ هو لم يجد لديها اي صفه تقربه اليها. صح. وهو يعني هو محمل بسلبيات وهي محمله بسلبيات عنه. فهتعملي ايه في وقت قد ايه عشان توصلوا ان هم يلتقوا مع بعض؟ لكن في بعض الناس اللي هم مروا عليهم 3 سنين و5 سنين و7 سنين ده بقى ليه بقى؟ ده بيحصل ليه؟ انا هقول لك باسم بيحصل ليه. اسبابه متعدده كتيره وليه مستويات. هل هو فتور عاطفي؟ ولا فتور في العلاقه الحميميه؟ ولا فتور للضغوط نفسها اللي هي ضغط على الأسرة من مشاكل، يعني لغة التباعد النفسي. طب هم دول اللي دكتور مش بيقدوا لبعض التلاتة؟ لا بس كل واحدة بتختلف عن التانية. يعني مثلا ايه، في مثلا ضغوط نظرا، يعني هديك مثال، في ناس عشان ضغوط الاقتصادية هو بيسافر بره. تمام. اقدر لفترات طويلة وانا بحط كده اشارة خطر، لا تترك زوجتك فترات طويلة ولا تسمحي ان تتركي زوجك لفترات طويله وتقولي لي ده ظروف يا دكتور عشان هو بيكافح، يطلع يكافح معاكي او انت يعني انت تروحي تكافحي معاه، ما تسيبوهوش السفر لفترات طويله. لا لما نيجي نقول الفتور يعني بيحصل منين؟ يعني حضرتك ده بيعمل فتور ملوش علاقه بثقه او غير ثقه. طبعا ملوش يعني هو التباعد ده خطير. ما في اسباب مهمه جدا لازم المجتمع يعرفها، وفي اسباب اللي هي العاديه اللي هم بيتقالوا في كل الحاجات، هو ليه بسبب العنف بين الازواج فبيحصل ده، ضعف الثقه بينهم، ضعف التواصل بينهم، ضعف التواصل الفكري والعقلي، دي الحاجات العاديه. تعالي احنا ننطلق، طب ايه يا دكتور في يعني 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 انت عايزه تقولي لي هل هي الحاجات دي بس ولا في حاجات تانية؟ يعني انت عايزه تقولي يعني هو ايه اللي ممكن يحصل فتور تاني عشان الناس تنتبه لده؟ السفر والغربة بيموتوا الحاجات الجميلة عند الأحاسيس والمشاعر. انت عاملة فقرتك الفتور العاطفي، يعني بنتكلم عن مشاعر، بنتكلم عن أحاسيس، بنتكلم عن أهم شيء في العلاقة الأسرية، الدفء اللي انت قلتيه في المقدمة بتاعتك اللي هو بيترتب عليه التباعد لفترات طويلة. ده طبعا بيقضي على الدفء تماما. التباعد لفترات طويلة بيجيب أمراض كتيرة قوي، أولها التباعد النفسي، يرجع من السفر يبصوا لبعض كده يحسوا ان هم غرباء عن بعض، وخلي بالك وبيحقق فتور ليه مع اولاده، بيحس ان هم غريب دي برضه نقطه مهمه جدا يا دكتور، خلينا نتوقف عند حكايه فتور مع اولاده، ان هو ممكن الاب يسافر يقعد له 3 4 سنين بره ما يجيش اي اجازات بحجه ان هو مش عايز يصرف فلوس كتيره في الاجازه وفي السفر وفي الرحلات وفي الكلام ده. بعد ما بيرجع ولاده بيبصوا له بقى، بيبقى طفل مثلا هو سايبه بيبي عنده سنه ولا اتنين، بيرجع لقيه عنده 4 5 سنين، فبيبص له اللي هو انا مش متعود عليه، بتعمل ألم نفسي شديد جدا للأب. ما هو ده بقى الفتور. مش بتعمل ألم نفسي للأب، لا أنا لا أظن إن هي بتعمل ألم نفسي للأب، هي بتعمل ألم نفسي للإب، لأن الأب مدرك تماما إن هو مسافر وطارق أولاده. بس لو شاف ابنه مش فاكره هيتضايق برضه. ما هو طب هو ليه عمل كده من الأول؟ علشان هو ظروفه بقى كده، إحنا هنعمل إيه؟ لا. يعني عنده معهوش فلوس، عايز يعيش ولاده في مستوى أحسن. تعودنا في صباح دريم دايما معاكي إن إحنا عايزين نعمل أسرة صح. أسرة صح. طب إيه الحل؟ يعني هم يسافروا ياخدهم معاه لو هيسافروا؟ أنت بتكون منظم حياتك الأسرية، يعني كده حاطط عندك خطة إن أنت ابنك أنت اللي هتربيه، مش الغربة اللي هتربيه، مش قرايبك اللي هيربوه، مش مامته لوحده اللي هتربيه. لابد إن يبقى في توازن نفسي للطفل، بعده عن الأب وعن الأم، يعني بعدهم عن بعض ده بيحقق نوع من الخلل، الطفل نفسه ما بيكونش واثق من نفسه، ولازم يبقى علاقات فاترة. تعرفي بقى في الإناث بتعمل مشكلة جامدة جدا،
يعني انا عندي مثلا بعض الحالات انه الاب بيسافر فتره طويله، البنت خايفه تلبس شورت في البيت عشان باباها رجع من السفر، مكسوفه من باباها. مع انه ممكن تكون يعني، بس هي حاسه انه ده حد غريب، انت فاهمين؟ مش حاسه بالالفه، مش حاسه بالاحاسيس دي. احنا بتتولد احاسيسنا ومشاعرنا من ايه يا مها؟ بيكون في تقارب. في تقارب، بيبقى في نوع من انواع الحياه الطبيعيه، الحياه الحقيقيه، من نوع من انواع التواصل اللفظي والحسي. ده مش موجود، انت سبت. طيب يعني اذا احد الحلول ان هم لو اضطر الاب او رب الاسره ان هو يسافر، ممكن نقصر المسافات او قوي. الام والاطفال يسافروا معاه يعني، زي ما هو هيروح هي تروح مكان ما زوجها موجود مهم يعني. ده مهم جدا. ده من يقولك المراه هي اللي في ايديها تحرك المياه الراقده دايما، يعني عشان المراه معروفه. معلش يا دكتور، في اسباب تانية للفطور يعني غير التباعد لفترات طويله؟ في اتنين بيبقوا عايشين مع بعض ولا مسافر ولا حاجه ويحصل لهم فطور. انا بكلمك عن الناس اللي كان بينهم من بعض حب. طب ما هم دول برضو بيبقى في بينهم من بعض حب. لا ده موضوع تاني بقى. ايه بقى اللي بيحصل كالتالي، انه كل طرف من الاخر مع ضغوط الحياه بيحصل نوع من انواع الانفصال الداخلي، ان اللي قدامه مش فاهمه، من خلال الاحاديث، من خلال المشاركه في التربيه. يعني من ضمن الحاجات النكد الزواجي بيعمل نوع من انواع الفتور، الانانيه، ان هو اهم حاجه نفسه وسايب مراته، او العكس صحيح، هي اهم حاجه وسايباه، بيحصل نوع من انواع الضيق، وانه العلاقه بالنسبه لهم ما بقتش مستمتعين بيها خالص، وبقت العلاقه كلها نوع من انواع الخلافات طول الوقت. ده مهم جدا، ده بيعمل فتور في العلاقه. واللي انت قلتيه ده يا مها اخطر حاجه، اللي بيبقوا قاعدين مع بعض وفي تباعد نفسي بينهم وبين بعض، هم قاعدين كويس قوي، وده بعد كده بيقول لك فتور، انا مش قادر اكلمها اقول له ايه، وانا مش هكلمها اقول لها ايه. مفيش حد بقى بيبادر بموضوع الكلام ده، مفيش حد بيبادر. والاتنين بيفضلوا قاعدين ساكتين، ممكن يقعدوا مثلا شهر ساكتين. كل واحد وبتكبر حده الفتور، كل واحد بيكبر، وكل واحد حاسس ان هو الافضل، وكل واحد حاسس ان هي ليه ما تجليش، وهو يقول هي ليه ما تجليش. ده ملهوش علاقه بحصول خلافات يعني؟ ممكن يبقى فتور يجي من غير ما يبقوا بيتخانقوا؟ لا، ما يبقاش من خارجه، هم مش محددين مع بعض سيستم الحياه. يعني ايه؟ امراه مثلا روتينيه، روتينيه طول الوقت، حتى احنا دايما ايه؟ طلع كده مصطلح فتره خبراء المساله ايه؟ بين الازواج لازم نعمل ايه؟ حاجه اسمها اجازه زوجيه، كل زوج ياخد اجازه والزوجه تاخد اجازه، ان هم يبعدوا عن بعض عشان يرجعوا. يعني عايزين نتكلم بصراحه شديده. هو انت تاخد اجازه من مين؟ يعني انت المفروض مفترض يا سيد ويا سيده ان انتوا اخترتوا بعض عن قصه حب، او ان انتوا اخترتوا بعض ان في تكافؤ ما بينكم وبعض. هتاخد فتيجوا اجازه ازاي يعني؟ وبصي منتهى الـ 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 يعني التناقض الشديد. كل واحد يقول انا ما اقدرش اعيش من غيرك ساعه في الاول خالص. انا ما اقدرش اعيش من غيرك، ما تخيلش الحياه من غيرك. وهي برضه تقول له كذا الكلام. ما احنا لو نعي الكلمات التي نطلقها، نعيها كويس قوي في بدايه رباط الحب بين الرجل والمراه، أقول لك كانت حذف نص قاموس الحب بين الأزواج للأسف الشديد. لو كل واحد سطر، يعني في زوجة كده قالت لو أنا يا دكتور فتحت قاموس الحب اللي كان كل شوية هو بيتكلم عليه، لا أتخيل أن هذا هو الرجل الذي قال هذا الكلام. والمرأة لا تنسى الحب والمشاعر والأحاسيس، ولذلك احنا بنقول دايما في حالة الفتور اللي بتحصل، سواء كان في عنف، عدم مشاركه، خلي بالك ما هو حصل ان هي شايله كل حاجه، هيجي لها فطور ان هي تتعامل معاه. يعني هي اللي شايله البيت، ولا شايله الاولاد، لو حاسس وهو بس موجود كده وخلاص، هو موجود. تعالى بقى لو هي حاولت، لو مثلا زوج يعني في احنا بنسميها اللي هو الزوج اللي هو ايه، اللي بنسميه مش علاقات اسريه، علاقاته مع اصحابه تطغى على علاقاته مع اهم حاجه اصحابه، يسهر مع اصحابه، يشكي همومه مع اصحابه، مش مخليها صديقه. فشل. دي على فكره دكتور مشكله كتير جدا من الرجال يعني. انت تعرفي ان فشل الزوج اللي يخلي مراته صديقته، ان هو بيعمل له نوع من انواع الفتور، ان هو دايما فاصل ما بين ان دي زوجته ودي صديقته. يعني حتى ممكن يبقى عنده زوجه وصديقه، مش زوجته هي صديقته. لا احنا عنده زوجه وعنده صديقه تانية بره بيحكي لها المشاكل، وهي اللي بتحكي انها يعني. طب انت ليه زوجتك مش بتبقى صديقتك يعني؟ ما هو ما انا اقول لك على حاجه، ما هو عشان ما فيش بينهم وبين بعض صراحه، فيش بين بعض وضوح، بيظهر التناقض.
خلينا نكون صراحه مع بعض. هو مثلا ممكن يكون ما بيخاف يحكي لها او بيدق يحكي لها لحسن هي تزعل. طب ده راجل يعني سوري يعني الراجل يخاف يحكي مع مراته هل ده راجل؟ الراجل الخواف يعني هل المراه يعني هي حبت راجل جبان؟ مفيش. بصي يعني انا عايز اقول لك على حاجه، المراه اذا لم تستطيع ان تستعبد الرجل عبدته. بمعنى ايه؟ انا افسرها لك، المراه معروف عنها ان مشاعرها واحاسيسها بتبقى اكثر بكثير من الرجل. تمام. والرجل بيدرك ده كويس قوي. بس ايه بقى اللي اللي بيعمل مشكله؟ انه ما بيبقاش في ذكاء عاطفي ما بين هما الاثنين ان هما يتخطوا اي محن ممكن ان هما هو يا دكتور بينقلها نقلات كده معينه على مدار الحياه اللي ما بينهم، يعني هنا هي خطيبته ليها مواصفات معينه فبتبقى الشخصيه دي خطيبته اللي بيعمل كذا كذا ويقول لها كذا كذا، بعد كده ما بتبقى زوجته في الكام سنه الاولانيين فبيبقى كذا كذا، بينقلها بعد كده بقى لمرحله الامومه. طيب. مش عارفه هي ما بتبقاش فاهمه بس هو بينقلها هو كل مش النقلات دي. يا مها. امال هي ايه؟ ما هو لا ما هو كده بينقلها بيديها صفات نفسية. يعني هو الراجل اللي بيقول لها انت ام ده البنت وهي صغيره طفله. لا بصي يا مها سن حد البنت وهي اصلا اول لعبه بتشتريها ايه؟ اول لعبه بتشتريها انت العروسه. ليه بقى؟ عشان عايزه تبقى تعمل نفسها ام يعني. يعني اول حاجه يعني هو الرجل يحقق اهداف المراه في انها يجعلها ام، ده المفروض نقول له شكرا. في رجاله سوبر بيدركوا قوي مشاعر واحاسيس، وانا يعني مش كله سلبي، احنا مش كلام. بصي الفتور مسؤول عنه زي مسؤول عنه الرجل مسؤول عنه المراه. تمام. انا موافقه حضرتك تماما في يعني النقطه دي. يعني بصي بس انا بقول انت لا ما ينفعش تدي زوجتك او تدي شريكه حياتك صفات انت مش يعني مش مكلف بان انت تديها الصفات دي او تعملها على اساس ده، ما دي كيان بتتعامل معاك عاملها على اساس المعامله اللي هي بتعملها. صفات ايه اللي هي يعني هي دلوقتي ام بس يعني ام ولاده بس ما بيتعاملش معاها غير ان دي ام ولاده اللي بتاكل وبتشرب وبتصحي وبتودي المدرسه وبتوقف. انت بقى تيجي نتكلم انه عندما ينظر الرجل على زوجته انها كام فقط وهي مش شريكه عمره وشريكه حياته. تمام. ما بيعملوا كده مجموعه من الرجاله اللي هم توقف الكوميونيكيشن الاتصال العاطفي والعقلي ما بينه وبين مراته، بيبقى اوردرات فلوس انت عايزه ايه اعمل لك ده كده بنفس النظام. في نماذج خلينا نتكلم عليها بصراحه. اول نموذج اللي انا بشوفه في المجتمع الفتور، ان كل واحد عايش حياه غير التاني خالص لان هما مختلفين تماما واتجوزوا، وللاسف الشديد الاهل شاركوا في هذه الجريمه العلنيه المسماه بالاسره وهي اسره مزيفه، لان يفتقدها اهم حاجه في الاسره هو الترابط والتناغم. اي اسره يعني ايه اب وام كل واحد؟ انت تعرفي ان هما دلوقتي حتى في المهندسين في اقسام الهندسه وهم بيعملوا الشقق والفلل بيعملوا ايه؟ اتنين ماستر روم عشان لا يعني مش يعني ما احنا لازم نشوف لا والخبراء قالوا ايه؟ تخيلي بقى خدي بقى احصائيه دي انه 40% من الازواج بيناموا منفصلين مع بعض، مش في نفس غرفه النوم. حقيقه. طيب ال 60% الاخرين اللي حريصين على ان هم شفتي انت قلتي حقيقي ينافوا النوم يحسوا براحه نفسيه واطمئنان وامن نفسي داخلي ان هم نايمين في اوضه النوم بتاعت مع ازواجهم، نفسيتهم بتبقى اعلى من المنفصلين. معلش هقول لحضرتك على اتفضل. الام زوجه بعد ما بيكون عندها بيبي، وخليني اجي بقى الناحيه الثانيه. اتفضلي. ده شكوى رجاله، انا ما اعرفش دي حاجه صحيحه ولا مش صحيحه، بس هي شكوى الرجال ان هي بتدي اهتمام كتير قوي 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 للبيبي، بتتحول لام بس، بيبقى هو موجود وكل حاجه في حياتها لدرجه ان هي بتقوم تنام في اوضه البيبي، يعني هي اللي مش بتبقى قاعده جنبه او نايمه جنبه. بصي احنا اقصد يعني دي بتبقى انت بتتكلمي عن حاجه مؤقته يا مها، ده احنا اصلا حاجه مؤقته بيفضل بقى يشتكي يعني منها. ده الراجل المصري ما شاء الله هيقعد يمسك ميكروفون ويقول عملت كده. حلو قوي انت بتتكلمي عن موقف حلو قوي. انا معاكي موقف. تمام. الموقف اللي بتتكلمي عليه اولا ان دي فتره مؤقته بتزول الحدث ده، مجرد ان البيبي يكبر بيبدا ينام لوحده ويبدا يدربوه، احنا بنقول ندربه بفتره بسرعه كمان عشان ما يفضلش ملتصق فيها ما يتعودش. هو انا عايز اسال سؤال، مش هذا الرجل الذي احببته هي مراته احببته وكانت دايما بتعمل كل حاجه عشان خاطر ان هي تجذبه ليها، مش هو الراجل ده اللي بعد الزواج وجاب لها بيبي هو كان الراجل قبل الزواج قبل ما يجيبوا بيبي ولا لا؟ بصي عشان نبقى صراحه مع بعض، مش هذا الرجل
اللي بتشكي انه طول الوقت بره ولما يجي بقى الفتره بتاعته في البيت اللي في البيت مش من حقه ان هي تخصص له ويكون هو الملك المتوج لها زي ما هو ابنها. الراجل برضه عامل زي الاطفال، الراجل بيحب قوي الاهتمام ويحب ان مراته يحس ان مراته برضه عامله زي الاطفال وبتحب الاهتمام. انا ما بقول الاثنين يهتموا ببعض، انا بقول ايه النوايا الحسنه لا تخلق منزل سعيد. بمعنى ايه؟ انا كرجل ابقى عارف ومدرك تماما، انا مدرك تماما ايه الواجبات اللي عليا وانا بعمله عشان خاطرها، وهي مدركه تماما. هل تتوقعي ان اتنين بيحاولوا يسعدوا بعض مش هيسعدوا بعض؟ الفكره يا مها انه الاتنين هي بتشكي دايما ان هو ما بيقدرش وما بيصغاش اليها وبتضخم دي، وهو دايما بيشكي ان هي بتكبر بقى المسائل وان هي ايه طول الوقت عايزه ايه تحمله اكتر من طاقته. لو كل واحد فهم دوره كويس قوي مش هيحصل عمليه التبويظ. انت تعرفي ان كتير من الستات هم اللي بيبوظوا الرجاله في التعامل من كتر ما من كتر التدليل عنه الزائد كل حاجة. وتشيل عنه كل حاجه فبيحس ان هو لدرجه انه مثلا ايه بيتكلم الزوج والزوج بيتكلموا بس ساعه مشاكل الابناء، فيرد عليه يقول ما اولادك هم، يعني انت مش ولادك، روحي انت المدرسه بدل مني، شوفي انت ابنك عمل ايه، وكانه يعني. ودي مشكله خطيره جدا رهيبه جدا. نتكلم بصراحه اكتر، عدم وجود الحب وعدم الحفاظ عليه وعدم بذل جهد في ان احنا نوصل مشاعرنا واحاسيسنا بشكل صادق للاخر، ده بيعمل خلل خلل. وزي ما انت قلتي في بدايه واحنا بنتكلم انه بعد ما كان في عواطف ومشاعر واحاسيس وقوه بقت الحياه بارده، الحياه دي هتعمل ايه؟ هي اللي هيجيب الخرس الزوجي، هي اللي هيجيب التباعد النفسي، هي اللي هيجيب الطلاق. وما اصعب على المراه ان يحصل لها عمليه فتور، لان انت تعي جيدا يعني اهميه حفاظ المراه على الحب وعلى الاسره اكثر يعني. طيب دكتور، اذا حبينا بقى في نهايه ان احنا نقول شويه كده نصايح علشان نتجنب الفتور ده، لان حضرتك قلت برضو خرس وتباعد وشو كل يعني نقطه من دول عايزه لها لوحدها حلقه. فعشان احنا بس ايه ننزل نروح على الحاجات دي، عايزين بقى نصايح عشان ما نروحش على المصايب دي. بس احنا لازم نقول نصايح مهمه للناس، بس ايه لازم نعرف انه يعني نقول للناس اللي هي متجوزه مع بعض وعايشه قصه حب حلوه قوي، حاولوا ان انتوا تستعيدوا ذكرياتكم الجميله، وحاولوا ان انتوا تشوفوا كل شيء التاني قدمه وتكبروه قوي، تخلوا فيه اهتمام وخلوا فيه احترام لعلاقتكم قوي قوي، وتحاولوا تجددوا بقى في العلاقه. ما تبقاش نفس اللبس انت لابساه، لا غيري في الملابس بتاعتك، وانت مش نفس الشكل غير، وفي نفس الوقت غيري في ديكورات البيت، غيري في طريقه كلامك معاه، غيري في اسلوبك للخروجات. مش كل خروجات يلا نجيب لبس للولاد، يلا مش عارف انا عجباني ايه، لا غيروا، روحوا الاماكن اللي كانت دايما بتشع ليكم ذكريات حلوه قوي، هاتوا سيديهات افتكروا الكلام الجميل، انت فاجئها بتورتايه، فاجئها بان انت جايب لها شوكولاته، انت فاجئيه ان انت جايبه له هديه، اعملوا نوع من انواع حاجات بسيطه هي ما فيهاش اي حاجه، ورد يعني تورتايه شوكولاته بس بتعمل حاجه. بص لها اغاني يعني كلها حاجات بسيطه، بص لها وانت مش عارفه انتوا بتعملوها ليه، بص لها وانت تتكلم، سلم على ايديها وانت ماشي، قبلها قبل الشغل وبعد الشغل، واخد بالك؟ اقول له من الاخر كده عيش دور الرومانسي، الرومانسيه تحرق الفتور. جميل، الرومانسيه تحرق الفتور صحيح وتقضي عليه نهائيا. بقول بقى للي بيفكر اصلا يتجوز لازم عشان ما يحصلوش فتور، لان احنا دايما بنعالج ايه؟ بنقول نقدر نعمل ايه؟ طب ليه اصلا؟ ايه اللي خلينا نجيب فتور؟ لازم نختار يا جماعه حد، وده مهم قوي، متوافق معانا نفسيا بجد، ونعمله دراسه قبل ما ناخده سواء ليها هي او هو، عشان ما تتجوزوش بعد كده وبدل ما تساعدوا بعض تبقوا عايشين في شقاء مع بعض. يبقى لازم نفسيا تكونوا متوافقين، اقتصاديا جدا جدا لا اقبل على الاطلاق، انا لا اقبل على الاطلاق ان يتزوج رجل وامراه غير متساويين في المستوى الاقتصادي، حذاري من ذلك، لها ابعاد خطيره جدا جدا جدا. صح، المستوى الفكري والقيمي مش معقولة واحدة بتحب السهر كل يوم تاخد واحد مثلا ما بيحبش السهر قوي، لازم يبقى في واحد بيشرب مخدرات ولا هتاخد واحد لازم تكون مخدرات، ده مش لازم يتجوز خالص، ده خالص نهائي تبتعدي عنهم.
اوكي؟ يعني لابد عشان احنا نختار صح يبقى لازم يكون عندنا المعايير اللي احنا قلناها دي عشان نقضي على عملية الفتور والبرود وتفضل الحياة الزوجية سعيدة. طيب هي الحقيقة نصايح مهمة جدا وبسيطة جدا، بس يمكن احنا محتاجين كده كل فترة نفكركم بيها علشان ما يحصلش مشاكل أسرية. علاجها بسيط جدا بس للأسف لو حصلت هيترتب عليها حاجات يعني مش لطيفة، مش حابين ان احنا نشوف الأسر المصرية ولا العربية بالشكل ده. في النهاية بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور علاء رجب استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، شكرا لك. شكرا شكرا. مشاهدينا ابقوا معنا بعد الفاصل ومعانا المزيد